معلش نحكي بالموضوع أنا وياكي. نارين لا تعذبوا حالكم، أنا ما رح أتراجع. بدي ياكي توثقي بالصوت يلي جواتي، ما بدي شي منكم غير إنه تدعموني وتدعولي وتكونوا جنبي. أنا بحاجتكم كلكم، ما بدي أسمع حكي إشاء أمني. يلا خلينا نمشي. لا تفكري بتشاؤم وخليكي قوية، أنا هيك عم بعمل. وبعدين أنا قريت عن حالات مثلي وضلوا عايشين. بس نادرين، بس موجودين. رح طالع قصة واحدة منهم ورح أبعت لك إياها، رح أقرأ هي شو عملت وأعمل مثلها تماما. رح أعيش نفس حياتها لأوصل للولادة بخير. بكرة بس مثلكن إني قوية، وإنه الإحساس اللي جواتي طلع صح. بدي أعيش وبدي شم ريحة ابني وأحمله بإيدي. ريحان عنيدة كتير، شكلها ما رح تتراجع. لسه معنا وقت لنقنعها، ما رح نستسلم فورا، بدنا نضل نحاول لتقتنع. نارين، ريحان بالحمام. قبل ما تطلع بدي أسألك سؤال، صح إنه في حالات مثلها عاشت؟ إذا وصلنا لوحدة منهم ممكن تفيدنا بشي؟ يمكن تفيدكن ويمكن لا، بس ما بعرف إذا رح تقدروا تلاقوا وحدة مرقت بهذا الوضع. أغلب هاي الحالات ما بيغامروا بحياتهم وبيقرروا الإجهاض، يلي كملته ضلت عايشة. بنلاقيها، لازم لاقي شي وحدة. صحيح بالمناسبة لازم تعرفوا اني رح ضلني عم بعمل جهدي لخليها تتراجع عن قرارها. بدي ضلني عم حاول بس بدون ما زعلها، رح حاول بس بدون ما اجرحها. ونحن رح نحاول نقنعها معك، لا تاكل هم. ألو ظفر، ترك أي شيء عم تشتغله وتفرغ للطلب يلي بدي أطلبه منك. تفضل قلي، عم أسمعك. رح أبعت لك ملف ريحان على الإيميل ويلي بدي إياه منك. كنت مفكرته لأمير مستسلم لقراره بس طلعت غلطانة. أمير مستحيل يضحي بريحان. أنا رح حاول دور على أي حالة بتشبه حالتها، يمكن إذا منلاقي وحدة مثل وضعها بركي منتواصل معه منشوف. رح أبعت ملفة لأساتستي ورح استشير بوضع كل الدكاترة يلي بعرفهم، بركي حدا مرق معه هيك حالة بيقدر يفيدنا بأي شيء.
رح حاكي دكتور رفيقي ورح أخذ رأيه بحالتها، بلكي بيفيدنا. Thank you.